السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم باشمهندسين؟ عاملين ايه الاخبار؟ ربي تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في فيديو جديد هنتكلم عن معلومة جديدة خاصة بالاسوار. قالك في الاسوار لابد من ربط الحائط كل مسافة بأعمدة، يعني ما ينفعش تعمل السور من اوله لاخره حيطان، لازم كل مسافة معينة بيبقى فيه عمدان. وعند زيادة الارتفاع، يعني لو السور ده ارتفاعه عالي، لابد من وضع كمرات. الكمرات دي بتسمى طبان. تمام، يبقى احنا عندنا دلوقتي ملحوظتين. لو السور بتاعنا كبير، طبعا كل مسافة معينة هعمل عمود عشان ابقى ظابط السور بتاعي كويس. بعد كده لو ارتفاعه عالي هعمل كمرات. الكمرات دي بتتحط، بتبقى فوق السور، بيبقى اسمها طبان. طبان بكده هنكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو الفيديو عجب حضرتك اعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لكل الناس. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. لو محتاج نسخة من كتاب بروفيشنال انجينير تسيب لنا كومنت على الفيديو او تواصل معنا على رسائل الصفحة على الفيسبوك. كل اللينكات هتلاقيها في وصف الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.